السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا في حلقة من برنامجنا شفت منام. شفت منام واحترت أنا فيه، دلوقتي هحكي لكم عليه. شفت منام هنفسر فيه، شفت منام هنقول مع بعض كل اللي انتوا عايزينه وكل اللي نفسكوا فيه. هنحقق مع بعض أحلامنا عن طريق التفسير وعن طريق أخذ الآراء وعن طريق الرأي السديد إن شاء الله، وربنا يقدرني ويقدرني على دايما على إن أنا أقدر أفسر لكم أحلام جميلة وأحلام كلها إن شاء الله خير وتفاؤل، وأكون معاكم دايما. النهاردة إن شاء الله هنكون مع بعض على تواصل، وعندكم إن شاء الله أرقام التليفونات كلها تنزل معاكم دلوقتي على الشاشة. أي حد عايز حاجة محتار فيها مش فاهم معناها يتواصل معانا، وأهلا وسهلا بيه. دلوقتي إحنا إن شاء الله هنكمل مع بعض الفرق بين الرؤية والحلم. احنا امبارح اتكلمنا كتير وقلنا تقريبا غطينا ثلاث ارباع المعنى، فاحنا النهاردة هنكمل. قلنا الرؤية في المنام لها دلالات، ومن دلالات الرؤية ان هي بتبقى بشارة بخير او بحاجة مفرحة او حاجة تدخل على قلبك السرور، ودي بتبقى هداية من عند الله، وبتبقى طريق كده مفتوح لك تقدر تتفائل وتقدر تقول ما شاء الله تبارك الله. وياريت لو الرؤية مفرحة أو مبهجة، من آداب الرؤية كمان إن إحنا ما نقولهاش لأي حد، لأن الرؤية يا جماعة زي ما قلت لكم بتتحسد زيها زي أي حاجة حلوة جميلة في حياتنا. يعني اللي هيسمعك لو هو حقود أو حسود أو غلول مش هيقول لك روح ربنا يبارك لك ويحقق لك أحلامك، هيبقى في نفسه يقول ياريت الحاجة الحلوة اللي جايه له دي تروح منه وتزول وتجيلي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن في ناس كده وخاصة في الزمن اللي احنا عايشين فيه، فطبعا ياريت محدش يحكي حاجة الحقيقة لحد إلا ثلاثة: عالم، أو حد عالم يعني هيفيدك بعلمه، أو حد صالح متأكد أنه هو عنده يعني صلاح ودين وبرضه هيفيدك، ثالث حاجة حد يكون حبيبك وفعلا يكون بيتمنى لك الخير من قلبه. طيب ناخد اتصال معانا. ام محمد معانا؟ محمد عليكم. معلش معانا محمد. ايوه اتفضل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي 17 سنه، كنت سنويا كده بشوف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم مره في العام. بتشوف النهارده قبل حاليا انا قبله من العمر حوالي 54 سنه. ربنا يديك الصحه. الله يبارك فيك. شفت رؤيا ولكن هي عظيمه وفيها اشياء انا كلفت نفسي مع النبي اشياء مش عارف اعملها ازاي. ما شاء الله. شفت حضرتك ان انا في ارض غير الارض بتاعتنا. تمام. وبيوت البيت السويسي اللي هي مبنيه بالطين ومتمحره بالرمال. حلو. والنبي انا واقف كده واقف وباصص في المشرق، والنبي جاي من ناحيه الشروق كده والصحابه عن يمينه وشماله. باصص ليا ومبتسم ابتسامه عظيمه جدا. ما شاء الله. هو بدا بالسلام عليا، هو مد ايده الشريفه وراح مسلم عليا. ما شاء الله تبارك الله. بصيت شفت النبي صلى الله عليه وسلم بهيئه كامله، ودي اول مره في المنام كنت اشوف هيئته كامله. ما شاء الله تبارك الله. اشوفه هو ماشي، اشوفه هو نايم، اشوف وجهه، لكن الرؤيه دي اخر رؤيه انا شايفها من حوالي داخل دلوقتي حوالي يعني 8 9 شهور كده يا فندم. اما سلم عليا فجي واحد لابس جلابيه كده لون بني كده، وراح ماسك النبي صلى الله عليه وسلم من كتفه الايمن وراح جارس عليه جامد قوي. قال له هو ايه اللي بيحصل لنا ده؟ هو ايه احنا ذنبنا اللي بيحصل لنا كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بص لهذا الرجل وهو وشه احمر، النبي شديد وشه احمر. ما شاء الله. قال له انكم تعزون رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بجلده. امر بجلد الراجل ده؟ الراجل ده. فرحت رافع ايدي اليمنى على صدري وانا باصص للحبيب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قلت له يا رسول الله، حطيت ايد كده على صدري قلت له يا رسول الله انا اجلده اقوم بجلده يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. جيت الصحابه جابوا لي حبش وراح مدهولي عشان اجلد هذا الراجل. والنبي خدهم ودخل في بيت من البيوت السويسيه دي في الوش على طول، ومما دخلوا اختفوا. فانا بصيت للحبش وبصيت للراجل وبصيت للسماء. قول له يا رب الراجل دوت اذى الرسول صلى الله عليه وسلم، طب انا من اجلده بالحبل ده يا رب؟ ما هو مش هيتوجع، انا عاوزه يتوجع زي ما وجع الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فشايف في عقلك بقى الايه ان انا يعني اثني الحبل مرتين واجلده، يعني اجوزه وما اجلده هيتوجع. فبقول له ويحك ايها الرجل،
ألم هو النبي صلى الله عليه وسلم والنبي أمر بجلدك؟ طب واستغفر لله قبل أن يحكم عليك بالإعدام. وحطيت إيدي كده عشان على ظهره عشان أدفيه على وجهه عشان أقوم بجلده، وأنا بزقه على الأرض عشان أوجعه عشان أقوم عليه بجلده، قول بسم الله الرحمن الرحيم ورحت صاحي من النوم. أنت كان في مشكلة كبيرة، كان في مشكلة كبيرة في إطار القرية بتاعتك أو الأسرة عندك؟ لا الحمد لله ما فيش مشاكل ولا حاجة منها. ما فيش أي مشكلة واجهتك في الفترة اللي أنت شفت فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا أنا باستمرار بشوف النبي صلى الله عليه وسلم، هي الأعباء المالية بس مش أكتر. الأعباء المالية؟ الأعباء المالية زي كل بيت متوسط حضرتك كده، بيبقى فيه الاكل والشرب الكلام ده بيبقى عليه شويه مشاكل بسيطه كده، لكن ربنا بيعديها الخير والسلام. لكن في انت كان عندك شويه مشاكل في الفتره اللي شفت فيها النبي وشفت الكلام ده كله، كان عندك نعم. مشاكل، كان عندك مشاكل كبيره. نعم ايوه. فهو المشاكل المشاكل دي عمرها ما كانت كبيره، ما عمر ما فيش مشاكل كبيره قبل كده. لا هي مشاكل كانت حاجات ماديه بسيطه كده للاكل والشرب. انت كنت بتفكر، انت كنت بتفكر جامد، انت كانت دماغك كلها مشدوده. انا مشغول، بالي مشغول على طول ازاي ان انا اربي اولادي التربيه سليمه. ما انت كنت في الفتره دي، الفتره دي كانت دماغك فيها مشدوده قوي. نعم. فطبعا هو انا هقول لك ماشي انا معاك وهفسر لك حاضر. هو من الواضح ان شاء الله هفسر لك حاضر، هو خير ان شاء الله. طبعا هي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام حق، من رآني في المنام فقد رآني حقا صلى الله عليه وسلم. واللي بيشوفه على هيئة ايا كان بقى، بس غالبا تلات ارباع اللي بيشوفوه ما بيشوفوهوش عن رؤية واضحة او رؤية كاملة. فبالتالي انت بتشوف جزء من الحاجة اللي ايه اللي هو ايه اللي انت بتعملها او اللي حصلالك او اللي المفروض انت تبقى عليها. انت من الواضح ان انت ماشي على نهج النبي عليه الصلاة والسلام وماشي على سنته، عشان كده هو يعني دايما بيجي لك او دايما، فانت ما كنتش بتشوفه دايما او في الفترة اللي فاتت بصورة كاملة، لكن جيت في فترة من الفترات التفكير عندك كتر قوي، وغالبا انت كنت في واقع في مشكلة مالية، والمشكلة دي الله اعلم، الله اعلم اصل الجلد انك انت مش عارف، يبقى في حاجه غلط حصلت في حياتك وانت مش حاسس بيها او مش عارفها، بس تبسم الرسول ليك ان انت والله اعلم خدت قرار صائب فيها، وان شاء الله انت كنت ممكن تقع في فتنه، كنت ممكن تقع في انك انت المال عموما يا جماعه المال فتنه، معروف كده حتى في القران المال فتنه. فهو انت ان شاء الله تخرج من المشكلة دي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وانت على خير ان شاء الله، وفي خير ليك كتير جاي ان شاء الله. معنا تليفون. استاذة حليمة اتفضلي. فهيمة اتفضلي. كريمة. ايوه فهيمة. بقول لحضرتك ازي حضرتك. اتفضلي. انا بنتي شافت منام ان اخوها الصغير بياكل الفراخ برشة، يعني ورك فراخ برشة. حلو تمام، بس نية ولا مستوية؟ وحلم تاني ان انا حلمت ان جوزي بيقول لي بكره بتاعي، فانا بقول له ده بعد ما يعني ايه، بقول في نفسي مش ليه، ان بعد يعني حسيت ان فات الاوان. بيقول لك بكره ايه؟ بكره بتاعك. لا تاني معلش، بكره؟ بكره بتاعك. بتاعك تمام. فانا بقول جيت في نفسي جوايا كده في الحلم، فبقول يعني ايه بقى فات الاوان انت انت من جواكي مش مقتنعه من جوا. تمام. لا هو ان شاء الله حلوه، بس طبعا لو الفراخ برشها ومستويه تبقى احلى، بس طبعا اي حاجه يا جماعه فيها ريش، طبعا هو الريش ليه معنى في الرؤيه او ليه رمز، ورمزه الغنى والثروه او مبلغ من المال حسب قدر الريش او الفرو او الشعر اللي بيقابلك، لكن اكله يعني الى حد ما مشكله، بس ان شاء الله هتتعالج وهتتحل. ان جوزك بيقول لك بكره بتاعك يعني بيقول لك اصبري ان شاء الله اللي قادم بامر الله في خير، يعني على قد ما في مشكله هتواجهك وهتبقى فيها صعوبه، لان الريش لما بتيجي تاكليه في الرؤيه يعني غير مستحب، انت ما ينفعش تاكلي حاجه مستويه، تاكلي حاجه مستصاغه، حاجه ليها طعم لذيذ، حاجه اكل عادي طبيعي زي اللي ربنا خلقه، لكن تاكلي ريش او تاكلي شعر او تاكلي دي وجود مشكله او عائق مادي
الله اعلم، بس ان شاء الله انت هتصبري عليه، ومن كتر ما انت هتتألمي وهتشتكي هو جوزك هيصبرك على الوضع ان شاء الله، وهيقول لك بكره بتاعك، وان شاء الله هو وعد، والوعد ده خير ان شاء الله. ايوه معانا اتصال تاني، ام محمد. طب ارجعي اتصلي بينا تاني يا ام محمد، معلش احنا بنعتذر. فدلوقتي زي ما شفنا يا جماعه ان هي قالت هي الريش حلو، يعني الريش حاجه جميله، بس ان هي تاكله ده غير مستحب، لكن ان حد يوعدها وعد طيب يعني بيصبرها على مشاكلها او على الحاجه اللي فيها صعوبه اللي هي بتمر بيها، او الضيقه الماليه او ايا كانت الضيقه دي. فهو ان شاء الله بكره بتاعها بامر الله، فانت تفائلوا تفائلوا بالخير تجدوه ان شاء الله بامر الله، مفيش اي قلق ومفيش مشاكل، تقربي من الله. وزي ما بقول لكم يا جماعه الصدقه، انا مش اقول غير الصدقه عليها عامل كبير قوي، وبتحل مشاكل كتير قوي، وبتقربك من ربنا كتير كتير كتير، وان شاء الله تلاقي انفراجه، وتلاقي كده الدنيا بقت احلى وبقت اجمل، حتى لو محتاجاها، لو حاجه بسيطه على قد ان شاء الله جنيه مش هيفرق معاكي في حاجه. ربنا يدينا ويديكوا كل خير يا رب. نرجع نفسر. معانا اتصال. هبه. الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا دكتوره؟ عامله ايه؟ الله يخليك، الحمد لله، اتفضلي. انا عندي حلم صغير قوي، مش هاخد اكتر من دقيقه. لا اتفضلي. حضرتك انا ماما متوفيه. تمام. فشفتها في الحلم. انا ليا اختين، اخت متجوزه وعندها اولاد، واخت متجوزه ما عندهاش اولاد وانا مش متجوزه. حلمت ماما جايبه لي جايبه علبه مربعه اذا بتاعت الشبكه كده فيها ثلاث حلقات، قالت لي ده الحلق بتاعك، وده حلق اختك سامية، وده حلق اختك ناديه. تمام. بس هو ده اول حلم. الحلق فردتين ذهب. حلو. تاني. بس خدت العلبه، بس ما عطتنيش الحلق بتاعي، خدت العلبه قفلتها وخدتها تاني. بس هي قالت لك ده بتاعك. وده بتاع اختك سامية، وده بتاع ناديه. واحدة اختي عندها اولاد، والتانية لسه ربنا ما ادهاش اولاد يعني. هي ادت الفردة الحلق لاخواتك؟ ادت لا. لا 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 يا دكتورة، لا ورتني الحلق في العلبة، حلقين. لكن ما ادتش لحد، لكن هي في الرؤية ما ادتش لحد حلق. لا لا لا. قالت لي الحلق ده بتاعك يا أما، الحلق ده بتاعك، وده بتاع سامية، وده بتاع نادية، بس وخدت العلبة ومشيت. تمام. ان شاء الله. حلو حضرتك. ان شاء الله. قولي طب التاني كده عشان ان شاء الله. حلو ان شاء الله بامر الله. ده هو برضه حلمت ان ماما المتوفيه، لسه حلمنا النهارده الصبح. حلمت ان ماما المتوفيه دي انا بحميها. انا يعني انا بحميها. تمام. في الحلم حميتها ونشفتها كده بالفوطه. حلو خير ان شاء الله. خير. شكرا. العفو. حاضر هفسر لك. حاضر من عينيا. هو خير ان شاء الله بامر الله. الثلاث حلقان دول طبعا لو في حد انت لسه ما اتجوزتيش ان شاء الله هيجي لك عريس. تمام. او ربنا هيرزق كل واحد فيهم ببنت. ده في ليها كذا شق، الحلق في الودن بنت او دنيا. انت ان شاء الله يعني هتبقي زي اخواتك ان شاء الله، هتتجوزي قريب. والثلاث حلقان ممكن يكون سماع اخبار حلوه وسره، والله اعلم. كده ان شاء الله. كده ده ايه تفسير الحلم الاولاني؟ اخبار حلوه وسره، واللي ما خلفتش هتخلف بنت، واللي ما اتجوزتش هتتجوز، والله اعلم. تمام. الحلم الثاني انت بتقولي يعني اللهم صل على كامل النور، انت شفتي مامتك. على العموم انا هكمل، معلش يا جماعه فاصل ونرجع تاني، بستاذنكم فاصل ونواصل. معلش يا جماعه انا بعتذر، فاصل رجعنا منه تاني. وطبعا انا كنت بفسر في الحلمين، الحلم التاني انها كانت بتحمي مامتها ونشفتها، يعني ان شاء الله هتعمل عمل طيب لمامتها بامر الله، وهيبقى في خروج من هم وخروج من مشكله ان شاء الله، هيبقى في خير ليها هي وحل مشاكلها بامر الله، خصوصا في موضوع الزواج. دلوقتي كان في معانا اتصال يا جماعه قلته، ولا الاتصال قطع؟ ام ملك معانا؟ ايوه ام ملك. اهلا وسهلا، ازيك؟
حضرتك جوزي حلم ان دخلنا محل بتاع ذهب، محل ذهب، تمام. فلبسني ذهب كتير قوي وخدنا ذهب واحنا ماشيين واحنا طالعين من المحل. لبسك ايه بتقولي؟ ولبسنا، قال لنا في الحلم لبسنا ذهب كتير، يعني اساور، غوايش، حلقان، لبسك ايه بالظبط؟ مش عارفه، هو قال لي لبسني ذهب، ما سالتش بقى. وبيقول لي واحنا طالعين برضو خدنا ذهب كتير. تمام، بس كده ده اللي انت عايزه تعرفيه. وحضرتك ممكن بس حلم صغير تاني؟ اتفضلي معاكي. حلمت ان اخويا كان جاي من سفر وكده، وجاي ومعاه فلوس كتير في الحلم، وبيديني فلوس كده رزم. حلو. فبقول له احنا عايزين نحكي وكده، فقال لي هناك فوق خدي 100 جنيه لاكل. تمام، والحلم خلص على كده. خير ان شاء الله. حاضر، افسر لك. حاضر، من عينيا. هو عموما يا جماعه الصاغه والذهب والكلام ده كله ليه كذا شق. التفسير الاولاني هي امور ماليه او ماديه تشغل نطاق الاسره، يعني عندكم في العيله بالبلدي كده، وانتوا في مواضيع ومناوشات على نقدر نقول ايه، مشاريع، نقدر نقول مشاركات، نقدر نقول دخل جديد للاسره. دي كلها مشاكل بتدور في محيط الاسره عندكم، او مش مشاكل، نقدر نقول شغل او تجاره او ايا كان. في شق تاني في تفسير الذهب وتفسير الفلوس، ده كلام ونقدر نقول ممكن يكون داخل فيها نسب، يكون والله اعلم، يكون المشاركات دي او المشاركات الماليه او الشؤون اللي هي شغلاكو او شغله بالكو او شغله نطاق الاسره عندكم، بيكون بينك وبين قرايبك او بينك وبين نسايبك، او في نسب جديد داخل عليكو والله اعلم. والفلوس، اخذ الفلوس ده برضو كلام، وخصوصا لما بيقولك خدي هاتي اكل وهاتي معرفش، برضو كلام في نطاق الاعمال ونطاق المشاريع او نطاق الشغل، او حاجه شغله بالكو انتوا بتجهزوا ليها، وان شاء الله بامر الله هتجتازوا المرحله دي، وان شاء الله بامر الله ربنا هينولكوا اللي انتوا بتتمنوه ان شاء الله بامر الله. بس فهو يا جماعه دلوقتي احنا كنا بنقول الفرق بين الرؤيه والحلم. احنا كل ده بنفسر رؤى. الرؤيه قلنا لو شفت رؤيه في المنام بتقول ان انت شفت ربنا، لا ربنا ما بيظهرش لحد في المنام. وناس كتير على فكرة شافت الحاجات دي وجات حكت لي، اللي بيشوف الرؤية واحد يطلع مثلا ايه، يجي يقول لك انا شفت ربنا، جي قال لي انا ربنا، انا ربكم. لا، رؤية ربنا في المنام بتدل على انه ده النبي صلى الله عليه وسلم. يعني رؤية ربنا في المنام بتدل على ان ده الرسول مش ربنا، لان ربنا ما بيظهرش لحد. فدي برضو بتبقى علامة من علامات الرؤى. معنا الأستاذة هدية. ايوه، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي، انا شفت رؤيه خير لما جعله خير، ان لي عمي، ابن عمي اسمه طار. اسمه ايه؟ اسمه طارق. طارق، تمام. فعنده حته ارض، فبتقولي عامل ايه، زي عينيا كده، وفيها زلوعين خارجين منهم. يعني زي ماسورتين اللي هم الكبار اللي بيبقوا في المجاري دول. فعاملهم عشان ايه، لما يروي الارض تصفي يعني ايه وتطلع منها. فانا بقول ايه، طب وهو انت من بعيد قوي كده لحد هنا، الميه اللي هي هتعمل هتوديها فين؟ قال لي على المصرف. فبصيت لقيت، بصيت لقيت الزلعين دولت، يعني الماسورتين دول ماسورتين واسعين قوي، تمام، زي اللي بيبقوا يحطوهم في المجاري في الشوارع دي، بس واسعين قوي. لقيتهم ايه قاعد بيحدي، يعني بدلنا ايه جايه، قال لقيت السمك كتير قوي. ايه اللي جاي كتير؟ استني معلش، بتقولي ايه اللي جاي كتير؟ الميه جايه بسمك. تمام. يعني ايه، يعني المفروض الميه تيجي بفاتنه كده، قال لقيتها ايه جايه ايه بسمك. سمك؟ ممكن بقول سمك. ما شاء الله. يعني الماسوره دي مش بتطلع ميه. ما شاء الله. خلاص، انت انا كده فهمت انت عايزه تفسره لك. هي برضو الرؤيه هنا، انت حاجه طارئه جديده عليكي في حياتك. لو انتوا عندكم ارض ومزارعين وكده، هو في مشكله على حاجه في ارض عندك، بس ان شاء الله هيجي من وراها حاجه كده مفاجاه جميله وفيها رزق كتير.
خير هيجيلك من عند الله، يا تبيعيها وتكسبي فيها، يا تشاركي حد، يا إما حد يجي يقولك مثلا أنا هعمل معاكي مشروع في المكان ده، والمكان ده إن شاء الله هيبقى إيه في بشرة خير وفي فتحة خير عليكم وعلى العيلة وعلى اللي هو ممتلك الأرض والله أعلم، أيا كان المكان أو الحتة اللي أنت بتقولي عليها. وفي حاجة تانية ممكن يكون أنت عندك حد بيجري وراء، ده التفسير التاني والله أعلم، حد بيجري وراء نقدر نقول الخلفة، ما بيخلفش بقاله سنين، والسمك مجية السمك دي إن شاء الله ربنا يفتحها عليه وهيبقى الدنيا إن شاء الله حلوة معاه بكتير كتير قوي إن شاء الله، وربنا يجعله خير. أيوة معنا مين دلوقتي؟ معنا الأستاذة هنا، اتفضلي. منى اتفضلي يا أستاذة منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أنا حلمت حلم عايزاك تفسريه. اتفضلي مع حضرتك. أنا حلمت إن والدتي فاتحة دولاب. تمام. في خوخ وفي فاكهة، وهي بتعبي من الفاكهة بتعبي تين برشومي. بتعبي تين برشومي؟ اه. بتعبيه جوه الدولاب؟ لا بتعبيه جوه في شنطة بيضة. من الدولاب صح كده؟ اه. يعني هي فاتحة دولاب وبتاخد فاكهة في قلب كيس؟ اه، في خوخ ومش عارفة الفاكهة التانية ايه؟ أنتِ مش متجوزة يا منى؟ لا انا متجوزه ومعايا 3 اولاد. ما شاء الله ربنا يخليهم لك. في حد عندكم لسه ما اتجوزش؟ لا. طيب خير ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي، بص انا هفسر لك حاضر من عيني. هو عموما الفاكهه، رؤيه الفاكهه في المنام رزق، وخاصه الفاكهه اللي هي مثلا نقدر نقول ايه، مانجا وتين زي ما بتقولي، تين برشومي وخوخ وعنب، كل دي فواكه مستحبه، ومعظم الفاكهة ذكرت في القرآن. هي ممكن تكون يعني نقدر نقول ده حصاد مثلا هي بتعمله، حاجة في حياتها حلوة جميلة بتعملها، صدقات جميلة بتعملها، هدايا بتطلعها مثلا لأحبائها، للفقراء، للمساكين. فهي يعني والله أعلم نحسبها على خير، إن هي إن شاء الله بتكون بتعمل عمل طيب بجمع الفاكهة، لأن الفاكهة في المنام حاجة حلوة وحاجة جميلة إن شاء الله، ربنا يجعله خير. معنا اتصال. هبة من الشرقية، اتفضلي يا هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي، كانت أختي حلم كده إن هي كأنها نايمة على السرير، وهي وجنبها حماتها وبنتها. فشافت كأن في الباب، بتقول أنا سايبة باب الشقة مفتوح لما أروح أقفله. تمام. فلقت في قطة دخلت جوه، بس القطة دي بتقول بعد شوية كأنها بقت طولت كده، يعني مش قطة عادية، يعني شكلها بقى يخوف. وبعد شوية لقت كأن في راجل واقف جنب السرير، هي القطة دي يعني كأنها بقت اتحولت، واقف لها اتحولت. تمام. يبقى قط مش قطة بقى. تمام كده. كأنه بصي قبض عليها من رقبتها كده ورفعها لفوق خالص، وهو عاملها كده، وهي عماله تقول لا اله الا الله ومش عارفه ايه وكده، كأن روحها بتطلع. وعماله تحاول تقرا قران وكده، وبعدين حماتها عماله يعني هي عايزه حد يساعدها، وحماتها مديها ظهرها ومش مستقلت فيها يعني، وعماله هي تحاول تقرا قران ومش عارفه ايه. تمام. بس وخلص الحلم على كده. خير ان شاء الله، ربنا يجعله خير عليها يا رب كده، ويكفيها شر بلاء الدنيا والاخره. بصي انا هفسر لك حاضر من عينيا. هي عموما هي عايشه عيشه عاديه زيها زي اي حد، وفجاه دخل عليها نقدر نقول ايه، حد دخله مش كويسه والله اعلم، سواء بقى انس سواء جن، بس هي اللي بتوصفه ده كده يعني حاجه من العالم الخفي والله اعلم. فهي القران اللي قريته في الرؤيه، طبعا هي مش هي اللي بتحكي الرؤيه، فانت اللي بتقوليها، فبالتالي انت اساليها، هل انت القران اللي قلتيه وانت نايمه كان عباره عن ايه؟ هو ده هيبقى علاجها، يعني لما تقرأ آية معينة هو ده هيبقى علاجها إن شاء الله. هي في حاجة عندها في البيت مش كويسة والله أعلم، فهي اجتهادها في الموضوع ده إن هي تحاول دايما تبقى نايمة على وضوء، دايما تقرأ الأذكار، دايما يعني تحاول تحصن نفسها وتحصن بيتها. طبعا هي بتطلب المساعدة سواء من حماتها أو من غيرها أو من جوزها أو محدش بيساعد حد، ومحدش بيحل لحد مشاكله في المواضيع دي بالذات، هي أدرى بنفسها تقدر تحل مشاكلها بإيديها، عن طريق إنه قلنا إن هي تواظب على الصلاة وعلى الأذكار
وعلى قراءه القران وتشوف هي كانت بتقرا ايه في المنام ساعتها، هو ده هيبقى علاجها ان شاء الله. وان شاء الله بامر الله ربنا يزيح عنها وعنكم الشر كله يا رب. ف معانا محمود. الو. ايوه السلام عليكم، اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام، مع حضرتك اتفضل. معاك محمود مصطفى الغادي يا فندم. اهلا وسهلا، اتفضل حضرتك اللي انت عايزه. ايوه كان فيها حلم كده، فانا غريب شويه يعني. اتفضل. انا حلمت زي ما اكون في تعابين صغير كده، ولا حاجه زي تعابين صغيره وبتنزل في ميه. معلش تاني ايه؟ تعابين صغيره وبتقع في ارض زي حوض ميه كده. تعابين صغيره؟ اه بتقع في حوض ميه صغير. تمام. مش عارف ايه الحلم ده، وزنبيل كده حاجه زي ولع كده. ما هو انت دلوقتي انت اللي شفت الرؤيه ولا حد غيرك؟ لا انا اللي شفتها، زي حاجه زي حاجه تعبير صغنونه كده او بتاع ده، دعم صغير حاجه زي الدعم. انا هقول لك يعني هي ملهاش تفسير غير ان انت عندك حد في بيتك، يعني نقول ايه، صغار الاشرار حواليك، صغار الاشرار اللي هم بيحاولوا ينزلوا يعكروا في المية، والله اعلم. يعني عدو مش قوي، عدو صغير وغالبا سنه صغير كمان، فيعني تحاول تتجنب المشاكل، تحاول تبقى هادي، تحاول يعني تحصن نفسك برضو زي ما هقول لأي حد، تحصين بالقرآن وبالصلاة وبالذكر، وتستعين بالله، وما تحاولش تدخل نفسك في متاهات مع حد، وخاصة لما يكون أصغر منك في السن. من الواضح إن هم شباب صغيرين، ولادك بقى، أخواتك، قرايبك، الله أعلم، العلم عند الله. ما تركزش معهم قوي بس عشان هم لا قدك ولا من سنك. يا جماعة دي بتبقى عبارة عن زي ما قلت لكم رموز ربنا بينور بها بصيرتنا. يعني لو في حاجة مثلا حواليك انت مش فاهم معناها، فربنا بيبعت لك دلوقتي انذار، بيبعت لك بيقول لك خلي بالك هنا في خطر، خلي بالك هنا في شر، خلي بالك هنا في ناس بتعمل نفسها صالحة وهي طالحة. فبالتالي لابد من مراعاة ان الحاجة دي، ان الرؤية اللي ربنا بيبعتها لنا بتبقى عبارة عن حاجة بينذرونا، ربنا بينذرنا بيها او بيبشرنا بيها، وفي كلا الحالتين نتوضى ونصلي ونحمد ربنا ونشكره على فضله، لان دي نعم في حياتنا. ونرجع بقى للحلم، قلنا الحلم مدلوله ان هو ما بيبقاش فيه اسم ربنا، ما بيبقاش فيه حاجة تدل على الصلاح او الهداية او الحلم ده بيبقى، قلنا بيبقى من الشيطان. طيب ناخد ام مصطفى الاول. ايوه معلش يا ام مصطفى ارجعي تاني، سمع ان الخط فصل. ماشي، فرجعنا قلنا ان الحلم مش شيطان بيخوف بيه بقى ربنا، يعني ربنا ما بيخوفش حد، اللي بيخوف الشيطان. ربنا لما بيدينا بيدينا انذار او بيدينا بشاره، لكن الشيطان بيدينا يعني بيخوفنا، وخاصه لو انت نقدر نقول ايه قريب من ربنا، فالشيطان يحب يعمل ايه؟ يعكر عليك صفوك، فيبدا يعمل ايه؟ يعمل مشاكل ويخوفك وانت نايم. طيب معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحتي يا دكتوره، بالله عليك انا عندي حلمين لجوز صغيرين وحلم ليا. حلمين لمين؟ لجوزي. لجوزك؟ ايوه. جوزك اللي شافهم صح كده؟ ايوه ايوه. تمام. اول حاجه شايف ان هو قاعد على البحر بيصطاد، صاد كلب اسود صغير طلع له من البحر، ووراه استاكوزا. وايه استاكوزا؟ ليها استاكوزا كبيره اللي هي الصفرا دي. تمام. وبعديها تاني يوم حلم ان شعر راسه من النص من النص من النص فضه. ده الحلمين بتاع بابي. تمام ماشي. اما الحلم بتاعي بقى، انا حلمت ان ولادي جايبين لي الخضار بتاع الاسبوع كله، وانا في شقه من تحتي في الدور العالي كده، ادور عليها. ولادي جايبين لي الخضار بتاع الاسبوع كله وجايين، وعليا من جيراننا اسمها حنان بتقول لي انا كنت متجوزه جوزك وعرفتي انا معلش استني بس هنا، بتقولي من الاول ايه؟ ولادي كانوا جايبين الخضار بتاع الاسبوع كله. جارتك بقى؟ اه
بتقولي جارتك بقى اه جارتك بتقول لك ايه؟ انا كنت متجوزه جوزك عرفي. وعارفاه؟ متجوزه جوزك عرفي. عرفي. فانا قلت لها اشتري ورقه ايه قالت لي انا حرقتها. حرقت بقى قلت لها طب خلاص طالما حرقتيها مش في جواز مفيش جواز. طب نزل الفضادي قام شبه عريان خالص قلع والبلكونه مفتوحه وحد كان بيبص عليه وانا على جنب كده غيرت ما استمحتش بصيت ونزلت انا وهو عشان نروح لها. جبت وراه المكنه وهو ما دخلش. اعرف كده كنت شايله بنتي زي ما يكون اعطى طلب بوليس الاعداد دخل عليهم لم لي في البيت كله. قلت الحمد لله انا ما دخلتش لو كنت دخلت عندها كانوا خدوني برده زيها. انا ماشيه خالتي سعديه بشتكي لها بقول لها شوفي خالتي ده قالت يا بنتي خلاص متجوزه دي كانت متجوزه قبل كده واتطلقت من جوزها وفي شهور العده والكلام ده بقى له 6 7 سنين يعني الكلام قديم ما تفتحوش تاني. جوزك معاكي واولادك والحمد لله ربنا نجاكي منهم. واحده لامي اشتكيها برده في نفس الشارع فلقيت امي قاعده عند بيت ستي القديم متوفيين هما وبتعمل زي ملوخيه او حاجه كده في الشارع. فقالت لي خلاص لقيت امي عارفه بس مش بتهديني قالت لي خلاص احمد ربنا على كده وجوزك معاك وولادك ما تتقلقش في حد. فقلت خلاص بقى رحت واخده بنتي سبتها بره قالت لي خلاص ما تخافيش على البيت البت جايه البت عارفه المكان وهتيجي بنتي كانت صغيره على دراعي. بس كده؟ بس ده الشغلين اللي عندي بس بالله عليك انا وعايزه حضرتك تديني رقم تليفون. قولي يا رب ماشي في الكنترول هما ان شاء الله يظبطوكي. ماشي حبيبتي هفسر لك. بصي هو يعني هو نقدر نقول ايه انت دماغك شغاله زياده عن اللزوم بس هو كان عند جوزك فيه كذا مشكله. المشكله دي بقى ايه في شغله في عمله إيه هو مثلا انتوا نسبتوا حد بقى عن طريق اخواته عن طريقه هو عن طريق ولاده لو كانوا ولاده كبار. العلم عند الله. هو دخل في مشاكل هو مش قدها بس ان شاء الله ربنا هيحلها من عنده وهينجيه. وان الشعر اللي هو وقع منه ده فقدان لبعض نقدر نقول فلوس او مال او رئيسه او نقدر نقول لو ليه رئيس في العمل ده بيبقى ذهاب بعض ماله. فمعلش ان شاء الله ربنا هيحلها وهتيجي على خير واعملي بالنصايح اللي انت سمعتيها في المنام. معانا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت كنت عايزه استفسر عن حاجه. اتفضلي. انا كنت شايفه اخويا كان في يعني انا كنت في بيت بابا وفي فار تحت السرير بس الفار ده بنوته صغننه من سنتين تقريبا. تمام. رحت جيت مسكتها بورقه من الهدوم عشان دي فار يعني كبير. رحت مسكتها بورقه من هدومها من ورا ورحت اديها لاخويا اصغر مني في الجيش حاليا. وبقول له خد روحي لا خليها في حضنك انت خليها معاكي انا مش همسكه ده مش فار دي بنت. فببص جنب باب الاوضه رحت لقيت بنوته صغيره دي بنتي. بس انت عندك انت عندك بنت صغننه يعني؟ معايا بنت صغيره 4 سنين. تمام. رحت مسكتها حطيتها في يعني دي على على رجلي ودي على رجلي تاني اللي عامله زي الفار دي. رحت مسكتها وبقول لها انت ازيك عامله ايه حبيبتي وببوسها رحت لقيت بنتي داخله تاني من الاوضه. يعني اتنين شبه بعض ان هو بنتي اتنين توأم انا ما عنديش توأم. هي بنت واحده بس هم اتنين معايا دلوقتي في الحلم كده 3 بنات. يعني خير حاضر حاضر انت يعني شويه بس كده دماغك انت نفسك تجيبي بنوته تانية او تجيبي طفل تاني فانت نفسك في ولد بس ان شاء الله اللي جايه دي هتبقى بنت والله اعلم. يعني انت بصي انا بفسر تفسير يعني ايه نقدر نقول اقرب لنفسيه اللي هو شاف الرؤيه او شاف المنام. انت من جوه نفسك تجيبي ولد بس ان شاء الله ربنا هيرزقك ببنت بس وبعد كده قول يا رب ما العلم عند الله وبعدين بنت او ولد دي حاجه بايد ربنا سبحانه وتعالى. فانت ربنا هيكرمك بس اللي جايه بنت برضو بس يعني نقدر نقول ايه ادعي ربنا كتير وربنا ان شاء الله يكتب لك الخير ربنا يديك الخير من عنده. وهو ملهوش تفسير يعني قوي في الـ في الـ في الـ في عالم الاحلام. لكن هي انت بيتكلم عن هواجس في نفسك انت نفسك في ايه وعايزه ايه والعلم عند الله في الاول وفي الاخر. ربنا يديكي ويدينا الخير يا رب. بس يا جماعه احنا كنا بنقول ان الاحلام دي بتبقى من الشيطان
الشيطان بيبقى عايز يعكر علينا صفنا، يقوم يخليك انت قاعد كده يخوفك من اي حاجه، وخصوصا لو البني ادم بيصلي مثلا وملتزم. معانا عم رجب صديق القناه. السلام عليكم يا استاذه محترمه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بحييكي وبحيي فريق الاعداد بالكامل المحترم. ربنا يكرمك يا رب، ربنا يديك الصحه. وجميع مشاهدينك. ربنا يكرمك ويديك الصحه. منوره قناه صحه وجمال بادبك واخلاقك يا استاذ. منوره بيك والله يا حاج، منوره بيك، ربنا والله. يكرمك. ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه. شكرا يا عم رجب، ربنا يكرمك. ده كده هو بس بيسلم علينا حد محترم وصاحب، يعني يعتبر كده احنا بنعتبره من الاسره، فربنا يبارك له ويديله الصحه ان شاء الله. بس فيا جماعه دلوقتي انا كنت بقول لكم ان الحلم ده من الشيطان، وغالبا كمان في احلام يا جماعه ملهاش دعوه لاحلام داخله من الشيطان او ليها دعوه بالرؤى. يعني انت بتبقى نايم مثلا بتتالم مثلا من حاجه معينه بس مش رايح في النوم خالص وغرقان، وفي حاجة بتقلمك مثلا نايم على جنبك مثلا في تحت منك نقدر نقول زرار، أي حاجة كده خشنة بتوجعك وانت مش دريان في عالم تاني، يبدأ مخك يترجم لك الألم ده أو الحاجة اللي هي ألمك في جنبك دي على هيئة حلم. يبدأ بقى يجيبك من بلاد ويحطك في بلاد ويدخلك في وكل ده ملهوش علاقة لا حلم ولا رؤية ولا أي حاجة، ده مجرد ترجمة للعقل الباطن. والعقل الباطن ده يا جماعة لما بيخش معانا في 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 كده نقدر نقول في حوارات بيدخلنا في دنيا تانية خالص، زي أفلام ديزني وزي الأفلام اللي احنا بنشوفها الفانتازيا. معانا إيمان من هنا. أيوة يا إيمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. انا حضرتك على طول بحلم ان انا لابسه فستان وفستاني مطلوع. معلش يا ايمان انا عايزه الصوت اوضح شويه، بتحلمي بايه يا ايمان؟ بقول لك انا بحلم بفستان وفستاني على طول احلم ومطلوع. الصوت عندي مش واضح شويه، بتحلمي بتمثال بفستان بفستان فرح؟ فستان فرح. أيوه. تمام، وايه تاني؟ ومطلوع. مطلوب. يا حبيبتي انت عندك وبدعي بس في الحلم واقول لي اذا رحت الفستان بتاعي. انت مش متجوزه يا ايمان صح؟ مطلقه. ايه؟ مطلقه. تمام. ما هو عشان هو الفستان المقطوع يا ايمان، هو الفستان المقطوع يا حبيبتي. طب بتشوفي ايه تاني؟ وعلى طول بشوف الحلم نفس الحلم وبشوف نفسي ان انا رح حاسه اي حاجه ومش عم اخدها. هو انت معلش يا ايمان، حاضر من عينيا ان شاء الله ربنا يفكها عليك يا رب ويفك كربك. هو الفستان المقطوع ده ما هو اللي هو طلاقك يا ايمان، انت يعني هنقدر نقول في تعطيل في حياتك، في حد يعني ايه مش عايزه اقول بقى الكلام فاضي بقى ولا اعمال ولا لا، بس انت حياتك معطله. يعني الكلام فاضي كله لان برضو كله بامر ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حاجه هتحصل لنا يا جماعه في الدنيا الا بامر الله، ولازم كل واحد فينا يحط دي في دماغه. اللي هيجري ورا يقول لك ده حد عامل لي عمل، ده حد حاسدني، ده حد مسوي لي، محدش بيقدر يعمل حاجه بدون امر الله عز وجل، وده لازم تحطوه في دماغكم كويس قوي. احنا ما توجدنا في الدنيا توجدنا من عدم، ربنا وجدنا من لا شيء، فيبقى ربنا زي ما وجدنا من لا شيء قادر يصرف عننا كل شيء. ده اللي لازم تحطوه، انت بس في حياتك فيها شيء معطل، وانت كل اللي عليك يا ايمان تتوضي وتصلي، وسواء انت بقى مسلمه او غير مسلمه الصلاه دي مطلوبه للجميع، الصلاه والدعاء والقرب من الله. اي دين بيطلب منك انك انت تتطهري وتقربي من ربنا سبحانه وتعالى، تبقي بينك وبين ربنا عمار، وادعي كتير قوي 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 على قد ما تقدري، ان شاء الله ربنا هيفك كربك. وتصدقي كل اللي انا بقوله في كل حلقه، الصدقه الصدقه يا جماعه، قلنا الصدقه تطفئ غضب الرب. يعني لو انت في مشاكل عندك، في ازمه، في حاجه يعني نقدر نقول ايه كده، فالصدقه جميله صدقوني وعن تجربه. معانا اتصال. ابتسام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا على طول نحلم ان انا لابسه فستان ابيض. ايوه ابتسام معاكي ماشي. بس فستان
لون ابيض وفرح نوع طبع الروج بتاعي عشان من لون الفستان يعني، بس هو فستان ابيض. فستان ابيض مرت. بتشوفي معاكي زوج يا ايمان؟ لا مفيش. لكن بتشوفي بس نفسك لابسه فستان ابيض وايه تاني؟ وبتدور على صبع الروج بتاعي. على صبع الروج بتاعك صح كده؟ ايوه. بس وتاني برضو مره نفس الحلم فستان ابيض ويعني في زغاريت وفرح وكده يعني. بس زغاريت واضحه وصريحه في المنام؟ لا ما مش واضحه يعني. اه من غير صوت؟ ايوه لا في صوت. بس يعني الصوت اللي هو يعني زي صوت واطي برضو. بس برضو ده حلم اني هو اديلي شنطه رمان ويديها لي. ايه تاني بتقولي ايه معلش؟ ده زي حلم ان هو لابس شنطه رمان ويديها لي. اه انت جايلك رزق قريب ان شاء الله. ان شاء الله جايلك رزق كتير. ماشي يا ايمان. بصي انا هفسر لك. حاضر. انت يعني عندك برضو حاجه مسببه لك ازمه. الازمه ايه هي بقى؟ الله اعلم. انت لو مش متجوزه يبقى هي دي الازمه. لو في حاجه مع زوجك يبقى هي دي الازمه. لو في الدراسه يبقى هي في حاجه معطله عندك، لان فستان الفرح الابيض من غير زوج ده حاجه مش مستحبه. لكن ان شاء الله انت مع الصبر ومع الكلام، انت عندكم في كلام كتير ودوشه كتير ويعني الرغي عندكم كتير قوي. انا مش عايزه اقول حاجه وحشه، هو الرغي عندكم كتير. فالحاجه دي ان شاء الله نهايتها بس مع الصبر وبقى قلنا ومع القرب من ربنا ومع انك انت تدعي كتير، ان شاء الله جايلك رزق قريب وجايلك خير وبشره حلوه ان شاء الله. بس قولي يا رب، اكسري من الدعاء. بس يا جماعه هو نهايه الصبر حلوه، معروف كده. اي حد بيشوف حاجه في الرؤيه قلنا مش معناها حق، دي مش نهايه الدنيا ومش هو ده نهايه المطاف. كل حاجه بتحصل لنا في الدنيا باقدار الله عز وجل. احنا كل اللي نقدر نعمله ان احنا ندعي ربنا كتير، نطلع صدقات، نبتهل الى الله. طول ما احنا قاعدين نكلم ربنا، هو ربنا مش هيمل مننا، احنا اللي بنمل. احنا البشر بنمل من بعض، بنكره بعض، بنحقد على بعض وبنحسد بعض. ليه؟ مش مستاهلة. الدنيا مش دايما الحد. كل واحد يقرب من ربنا بفعل طيب وكلام طيب، إن شاء الله ربنا هيفك إيه أزمته ويفك أسره ويفك كل حاجة وحشة بأمر الله. معنا ليلى القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك؟ إزيك يا ليلى؟ الحمد لله. انا حلمت ببابايا كذا مره، بابايا متوفي يعني. تمام. حلمت بيه كذا مره يعني، ان هو بيوقف عندي بحر وبيقول لي تعالي اصطادي سمك. وانا جيت اصطادت سمك كتير قوي ما شاء الله، واديته لماما واديته لاختي. بس كان هو زعلان. بس هو كان زعلان من حاجه؟ لا، هو كان زعلان ان انا اديت لماما واديت لاختي السمك. انت متجوزه؟ انت متجوزه؟ لا انا اديت ان شاء الله يوم الخميس. ربنا معاكي، ربنا يا رب يكرمك ان شاء الله. ماشي يا حبيبتي ان شاء الله. بس كده انت عايزه تعرفي تفسيره. بس هو السمك حلو قوي في المنام. في حلم تاني. معلش، في حلم تاني. طيب. هو برضه بخصوص السمك، بخصوص بابا. بس انجزي بقى عشان وقت البرنامج. ماشي انا معاكي. حاضر. انا حلمت ان احنا قاعدين بيت، البيت ده كان بتاعنا بس احنا ايه بعناه يعني ومشينا منه. عرفت ان بابا هو قاعد ماشي، فبقول له يا بابا هو انت جعان؟ وانت جعان؟ راح قايل لي انا جعان. فطلعت فوق بجيب له بيض، لقيت فرختين قاعدين بيبيضوا يعني، فرخه بارد وفرخه لا. فرحت اخدت البيض ونزلت اخدت ثلاث بيضات وحطيتهم ايه بسلقهم لبابا. لقيتهم خمسه ما شاء الله. فبعدين ايه فقعد. انجزي يا ايمان. خلاص كده؟ طيب ماشي، انا هفسر لك يا ايمان. انت جايلك رزق كتير قوي وخير كتير قوي، بس يعني هتفتكري باباكي متاخر، فهو ده اللي هيبقى مزعله. التفسيرين بتاع الرؤيه الاولانيه والبيض ده رزق طالما ما بيتاكلش ني، وطالما انت حاجه بتعمليها حاجه طبيعيه ومستصاغه. والسمك برضو ده رزق جاي لك، بس هتصبري شوية. وبرضو لازم تفتكري باباكي بالصدقات وبالأعمال الصالحة، لأن انت هتركزي على مامتك وعلى اخواتك وهتركزي على الحياة اللي انت عايشاها وهتنسي الناس اللي كده. فانت ركزي في الاتنين.
عموما هو خير جاي لك كتير ورزق كتير ان شاء الله، وقول يا رب. ودلوقتي زي ما قلت لكم يا جماعه عرفنا الفرق بين الرؤيه وبين الحلم، وطبعا احنا كل اللي بيشوف حاجه حلوه قلنا ما يقولهاش لاي، ما يقولهاش لحد حقود او غلول او حسود، يقولها لحد صالح، حد عالم، حد بيحب له الخير، وما يحكيهاش لحد غير الناس دي. لما تشوفي حاجه مش كويسه سواء بقى انت بقى شاكه فيها رؤيه او حلم، تدفلي على يسارك 3 تفلات وتقومي من النوم ما تحكيش حاجه خالص، لان انك انت بتحكي الرؤيه تظل الرؤيه تصعد ما بين السماء والارض على جناح ملك الى ان تقص فتقع. فيا رب كده يجعل ان شاء الله تفسير احلامكم كلها ان شاء الله تقع على خير، وما يبقاش فيها شر ليكم، ويبقى كلها خير عليكم. وشفت منام وتصبحوا على الف خير.